عصام عبد الستار، وده كان احد اطراف المكالمه الثانيه او الثالثه. السؤال ايه بالظبط؟ السؤال ذكر ان عصام عبد الستار عبد الغفار صاحب شركه القاهره ذكر ان الحقيبه التي تسلمها محمد سيف من حاتم بداخلها 900,000 جنيه والشنطه مبهمه. كيف نما العلم؟ كيف نما لعلمك ان الحقيبه التي سلمها المتهم الثاني محمد سيف نصر للمتهم الاول يحيى عبدنها تحوي بداخلها 900,000 جنيه بالرغم انها مغلقه؟ المصادر السريه يا فندم. انا علمت ذلك من خلال تعاملي مع المصادر السريه. تمام سعادتك، ما هو النطاق المكان لتنفيذ الاذون التي صدرت لك؟ يعني ايه؟ يعني يراقب ويسجل. لا انا حساس حضرتك، انا حضرتك النطاق المكاني هل هو القاهره واسوان ولا انحاء الجمهوريه؟ نفذوا فين؟ ما هو النطاق المكاني يعني. بعد اذنك سيبني بس عشان اتفضل. انت شريك العداله. لا لا العفو، مش مسألة خناقة. لا والله خالص. يعني عايز تقول سعادتك المحكمة هي المدافع الأول. قاعد اذنك، عايز تقول نفذت الهجوم دي فين؟ وما هي الأماكن تحديدا التي قمت بتنفيذ الأذون الصادرة لك فيها؟ أخذت يا فندم إذني من نيابة أمن الدولة العليا أنا أخذت الأذون دي من نيابة أمن الدولة العليا. وأنا اختصاصي عام على مستوى الجمهورية. وأنا قانونا صاحب اختصاص مكاني عمل مستوى الجمهورية. تمام يا المستشار. هنا هنتطرق لسؤال تاني. اتفضل يا فندم. هل قمت بصفتك السابقة خاصة بالتحريات قائم على تسجيل المكالمات الخاصة بالمتهمين جميعا، تتبع حركة المتهمة رندا؟ قمت بتتبع حركة المتهمة السادسة رندا جلال علي سليم في الفترة من 21/9 ل 30/9؟ أنا يا فندم نفذت إذن نيابة أمن الدولة العليا اللي صدر إليا. وكما ورد ورد بأقوال السادة في صفحة 763 سطر من 10 إلى 12 أنك قررت أن الشنطة التي قام أخذها يحيى من رندا تحوي على جزء من مبلغ الرشوة وقدره 250,000 جنيه، كيف وقفت على ذلك تحديدا رغم أن الشنطة مقفولة ومحدش يعرف إيه اللي جواها؟ طيب ده يا فندم بعد إذنك الإجابة هتتطرق الشيء اللي فيه يا فندم دي مبهمة. إجابة كيف علم؟ 100,000 جنيه برضه قال لك مصادر السرية. نقول يا فندم نقول عشان إحنا هنقول بعد كده. طب ماشي يا معلم. طب سؤال تاني معلش بعد اذن عليك. كيف علم السيد الفاضل محرر المحضر بمكان السياره الاودي الوارده بمحضر تحرياته ومحضر الاستدارات؟ مكان وجود السياره الاودي بموضوع التحريات بالاستعانه بالمصادر السريه يا فندم. بالاستعانه بالمصادر السريه. سؤال بقى معلم مش بشار، هل كانت المتهمه رندا من ضمن مصادرك السريه؟ وهل كانت المتهمه السادسه رندا سليم من ضمن مصادرك السريه؟ مصادر السريه يا فندم لا يمكن البحث عنها خوفا على سلامته. ماشي يا ايمن. المتهم الثاني مين اللي حاضر معاه؟ يا ريس لسه معلش احنا معانا متهم يا ريس هو يعني شايل كل ما هو مطلوب. اسئله فقول اسئله اللي تفيدك في شغلك ما تقعدش. ماشي يا معلم. عايزين اسئله منتجه تفيد المحكمه. طيب استاذ معين، اين وجد السيد محرر المحضر المبلغ المالي عند واقعه الضبط؟ واين وجدت المبلغ المالي عند واقعه الضبط؟ عايز وصف. انا ذاكر ده يا فندم تفصيلا في اقوالي في تحيات النيابه العامه. انا تم سؤالي تفصيلا بالنيابه العامه وموجود ضمن سؤال مع المستشار، ما هي الوسائل الملتوية التي ذكرها السيد أخذها يحيى المتهم الأول في إخفاء متعصباته من جريمة الرشوة؟ وقال إن هو خد وسائل ملتوية لم تذكر فيها في شطر في الأخبار. وأنا أقولك بالتحقيقات أن هناك سمة وسائل ملتوية اتبعها المتهم الأول لإخفاء مبالغ الرشوة. فما قصدك من ذلك القول بالتحقيقات؟ ماشي يا بيه. ذكرها يا فندم في تحياتي في النيابة العامة. أنا ذكرت كده في تحيات النيابة. هل قام المتهم يحيى شخصيا بشراء مشغولات ذهبيه بنفسه او بشخصه؟ هل قام المتهم الاول يحيى عبد المنعم عبد الرشيد بشراء مشغولات ذهبيه بشخصه؟
أذاكر دوت يا فندم تفصيليا في تحيات النيابة العامة. كيف وقفت على حقيقة إيداع المتهم يحيى مبالغ مالية باسم زوجته وأولاده كما جاء بصفحة 762؟ وكيف علمت أن المتهم يحيى أودع مبالغ مالية باسم زوجته وأولاده؟ أنا أذاكر دوت يا فندم في تحياتي في النيابة العامة. هل قمت باتباع الإجراءات القانونية الخاصة بسرية الحسابات في هذا الشأن؟ هل قمت باتباع الإجراءات الخاصة بسرية الحسابات في هذا الشأن؟ يرجع يا فندم الأقوال في تحيات النيابة العامة. لحظة يا ريس. اتفضل. معلش بعد إذن معلم. بالنسبة للمشروعات الزراعية. أين الفواتير؟ أين فواتير المشروعات الزراعية؟ أين فواتير المشروعات الزراعية؟ هي واردة معلم المستشار في الأوراق في الأرواح في الأوراق. لا انا هادي انا بس بطل كامل هي موجود. انا فندم مسطر محضري ومسلمه للنيابه وذاكر تفصيليه جميع اجراءاتي وما يتعلق بمعلومات الجنايه المنظوره ثابته في محضري ده محضر الضبط وتحيات النيابه. طيب هل ثبت لك شراء المتهم يحيى سمت مصوغات ذهبيه في اثناء عمليه التحريات والضبط الى ان وصلت الضبط من خلال اجراء تحرياتك؟ هل تبين لك ان المتهم الاول يحيى قام بشراء سمه مشغولات ذهبيه؟ هو تكرار السؤال ولكن هو يرجع لاقوالي لاتحاد النيابه العامه. كيف وقفت على بيانات الخاصه بالسيده رند بالبند رقم 4 صفحه 2 على 3 بالتحريات بتاريخ 28/9/2023؟ ده ذاكر بياناتها سعاده الرئيس وذاكر اسمها رباعي وتاريخ ميلادها ورقم القومي بتاعها. ماشي. طب سؤال اخير معالي المستشار عشان يستبين للمحكمه المنقره ولينا، ما هي وقاعه الضبط؟ الضبط بقى وقاعه الضبط تحديدا ويوصفها لنا دون ان يعني دون ان يتم الرجوع الى الاوراق، يوصفها لنا سعاده الرئيس. ما هي وقاعه الضبط تحديدا وصفها لنا؟ اتذكر مجريات وقاعه الضبط تحديدا. لا اتذكر يا فندم لكثره المؤامرات اللي بنزلها ولكن انا ذاكر دوت تفصيليا في تحيات النيابه العامه. متهم تاني خلاص يا معلم محمد سيف خلع المتهم الثاني كويس. هو سؤال واحد اتفضل يا فندم. ما هو الاختصاص الوظيفي للمتهم الثاني لاسناد عمليه التوريط؟ يا ايمن ما هو الاختصاص الوظيفي تحديدا للمتهم الثاني لاسناد عمليه التوريط؟ اتفضل يا فندم. انا ذاكر دوت تفصيليا في تحياتي في اقوالي في النيابه العامه. اثبت كل ذلك في تحيات النيابه. شكرا. طيب اتفضل يا فندم. الله يكرمك والاخرى يا فندم. اتفضل. مين اللي له اسئله؟ تعال اتفضل عندي هنا.